مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. اليوم مباراة كبيرة بأمال وأحلام كبيرة جدا، مباراة في بطولة العالم. بالتأكيد أنها لها أهميتها، وطبعا سيكون الفوز فيها أمر مهم جدا لتكون انطلاقة جيدة في هذه البطولة. بطولة مهمة ولها قيمتها، كل لحظة مهمة داخل أرضية الملعب، والكل يبحث عن الظهور، عن التألق، عن تقديم أفضل صورة له ولبلده خلال المونديال. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. بداية أحداث اللقاء. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. تحرك بقوة هائلة، محمد صلاح، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. ساديو ماني يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يلعبها ببراعة. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. ليفربول يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يحاول يسدد غوميز، يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يمر يلعب كرة بينية. كريستيانو، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. يستعيد الكرة مرة أخرى، يلعب كرة على اليسار. روبرتو فيرمينو يرتكب مخالفة واضحة جدا، يحاول أن يلعب كرة بينية. تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. ضغط قوي وينجح استعادتها. تقدم إلى الأمام، يحاول فتش كاكا، موجود إبعاد الكرة. لديه فرصة عرضية من الجانب، محمد صلاح، والكرة في اتجاه المرمى. جول. نتيجة رائعة في مباراة اليوم، إنهم يقدمون مباراة غير عادية، تثير الجميع بصراحة وتجعل الكل يصفق لهم.
بلا رقابة وبالتأكيد كريستيان، الكرة داخل الشباك، تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، رونالدينو غاوتشو. الآن الكرة ملعوبة للأمام، يلعب كرة داخل الصندوق، صافرة نهاية الشوط الأول. يسيطرون تماما على المباراة، يريدون الاستمرار في فرض هذا الأسلوب اللي أنهوا فيه الشوط الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. بطريقة ذكية يواجه خصمه، مواجهة قوية بينهما، يبحث عن المهاجم. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. الجناح مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه كرة من جهة اليمين، وستكون هنا رمية تماس. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قراءة ممتازة من الدفاع. كاكا يلعب كرة للجانب الأيمن، الآن فرصتهم للمرتدة. تحرك سريع إلى الأمام، يا سلام على المهارة، على الكرة محمد صلاح. تسديدة لم تجد طريقها إلى المرمى، اختار أن يتجاوز المدافعين، توغل خطير جدا بمهارة عالية. يلعب كرة على اليسار، كرة جميلة، فرصة للتسديد، كرة طولية إلى الأمام، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. يلعب كرة على اليسار، هجمة مرتدة الآن في طريقة إلى المرمى، هذه كرة الكرة ملعوبة إلى الأمام، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الآن إمكانية المرتدة، يحاول تمريرها من بين المدافعين روبرتو فيرمينو. لعب الكرة ولكن بعيدة جدا عن المرمى، بدالي أن الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة، كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. يستعيدها روبرتسون، كوميز يتسبب في خطأ، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، ينجح بقطع الكرة روبرتسون. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، رونالدينيو غاوتشو، كاكا يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. كاكا ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. تعود الكرة إلى حارس المرمى، كرة طولية من الحارس، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة،
توقع جميل لعب على الجهه اليسرى، وهذه اخطر كره في المباراه. كريستيانو رونالدو، الله يا ولد، هدف غير عادي. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. الكرة ملعوبة من مسافة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كرة إلى الأمام، اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين، كرة إلى الأمام، ينطلق إلى الأمام بسرعة. يلعبوها للأمام، لاعب في الأمام في مكان التسلل، كراساندور يبحث عن حل من دكة البدلاء. روبرتو فيرمينو، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. أظهروا قوتهم في مباراة اليوم وحققوا فوزا مريحا في النهاية. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه.